النيوتريشن مش معاك؟ طيب طيب صفحه 9 التغييده صوت تغييده هو جدا 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 نظري وفي شرطه شرطه اسمه النيوتريشن اكيد بيتكلم عن الاكل. كان زمان ضد علوم حاجه اسمها الهرم الغذائي لو فاكرينه كان اسمه نيوتريشنال دايت درمز عباره عن درمز عن هرم بيعمل لي دايت بيعمل لي بعض الارشادات في الكشف بتاكل ايه ما تاكلش ايه. الكلام ده كان هو ماشي لحد 2011 سنة 2011 لغاية الكلام ده وطلع حاجة جديدة اسمها الهيلث بليد او ماي بليد بيرسم الطبقة بتاعتك الوجبة بتاعتك الميل اللي انت بتاكلها الوجبة دي تاكل فيها ايه وما تاكلش فيها ايه. وتاني عند 2011 كان حاجة اسمها النيوتريشنال دايت بارامتر الهرم الغذائي الكلام ده طلع وحل حاجة اسمها الهيلث بليد او احيانا بيسموه الماي بليد. سؤال السنة اللي فاتت نظري اكتب وارسم كمان فالكتابة مهمة والرسمة مهمة. المنتج ده او الوجبه بتاعتك بتقدر المفروض تكون متوالة من ست حاجات من ست ايضا. اول حاجه الطبق نفسه قسموه الى نصين ونص نص منه قسموه الى ربعين فبالتالي قسموه طبق الى نص وربعين. قال لك نص الوجبه بتاعتك او نص الطبق بتاعك يكون عباره عن خضار وفاكهه. ربع الطبق يكون عباره عن بروتين بس نوع معين من البروتين هرفع عليه شويه. الربع الثاني تطبخ بزيت بس زيت نباتي مش زيت حيواني عندنا زيوت نوعيه زيت نباتيه وزيت حيوانيه، زيت الحيوانيه دي ازاي؟ السمنه الصناعيه، الحاجات دي بتكون هيدروجينيك، حاجات مغذيه. صح كده؟ لان الزيت دلوقتي حاجات طبيعيه بيجيبوا الزيتون مثلا العصفور او بيجيبوا السان فلاور زي زيت الصويا، زي زيت الذره وحاجات الفلفل، زيوت نباتيه. يبقى تاني ادي اول ثلاثه ايتم من السته، احنا قلنا عباره عن ست ايتم. اول ثلاثه ان نص طبق عباره عن خضار وفاكهه، ربع الطبق عباره عن بروتين، وربعه تطبخ بزيت نباتي. لازم تشرب كميه كافيه جدا من الميه، من السوائل. لازم تاكل حاجه اسمها حبوب زي القمح زي الذره زي الشعير بس الحاجات دي هناكلها انتكت من غير ما نطحن. لازم تلعب رياضه في ستي اكتف. ادي السته بتوعي يبقى عندنا نص طبق خضار فاكهه نص بروتين نص حبوب هتطبخ الكلام ده كله بزيت نباتي تشرب كميه كافيه من الميه والشاي والقهوه اخر حاجه تلعب رياضه ستي اكتف. تبقى بقى العربي اي مكان فاضي صفحه فاضيه النص خضار وفاكهه احنا بنغني في الحصه اللي هو النص خضار وفاكهه والربع حبوب النص خضار وفاكهه والربع حبوب وربع بروتين بزيت نباتي مع حبوب. ها النص خضار وفاكهه والربع حبوب وربع بروتين بزيت نباتي مع حبوب واشرب شاي وقهوه تخليك نشيط الهدوء وعجب. يلا اول حاجه النص قال لك ميه موست اوف يور ميل عباره عن فيجيتال اند فروت. كبر دماغك خد اللي جنبها النص الطبق بتاعك نص الميه يكون عباره عن فيجيتال اند فروت. اشمعنى؟ الاعلى وما تكون عشان مليانه فيتامين مليانه مينرال. لكن الكتاب الكوميدي قال عشان الكولر عشان الوجبه بتاعتك تكون ملونه تجيب فلفل اخضر واحمر اصفر تاني تفتح نفسك. يبقى اول حاجه عشان الكولر. تاني حاجه عشان البلدي كلمه البلدي المقصود بيها انها بتبدل بحاجات متنوعه مليانه مينرال ومليانه فيتامين. متى يعني الصغار يكون فيستبل وفروت عشان الكار وعشان البلد. حد منكم راح للدكتور يجيب فضل على الله ليل نهار ياكل بطاطس بحجه البطاطس خضار قال لك لا البطاطس دي مليانه نشويات مليانه كربوهيدرات فبالتالي هترفع البلد جلوكوز فبالتالي هتزود الانسولين عشان كده ما بعتبرهاش تبع الخضار. مكان النص خضار وفاكهه عشان الكار وعشان البلد بس البطاطس نوت كونسيدر فيجيتابل عشان لها نيجاتيف امباكت على البلد شجر البلد انسولين هتزود البلد انسولين فبالتالي تزود نسبه الانسولين. ايه يعني لما الانسولين يزيد؟ هناخد بعد كده الفرصه الثانيه ان الانسولين ده لما يزيد بيعمل ثلاث مشاكل بيكبر دمك بيزود البلد كلوتنج بيزود دهنك بيزود حاجه اسمها ترايجلسيريد اللي بتعمل اسيسكوروز. احد حاجه لما الانسولين يزيد ايه اللي هيحصل؟ البلد الجزء ده هينزل بسرعه ساعتها تجوع فتاكل ثاني يزود الهانجي هتخش مني في وسط. يبقى الهدف كله من البليد ده ان انا احافظ على النورمال بلاد جلوكوز ليفل وان احافظ على النورمال بلاد انسولين ليفل. عشان كده قلنا نص طبق يكون فيجيتال او فروتوس وخضار وفاكهه عشان حاجتين عشان الكلر يبقى الطبق بتاعك الاول وعشان البلد عشان مليانه فيتامين اند مينرال. بس خد بالك ان البطاطس البطاطو نوت كونسيدر از فيجيتال. ايش معنى؟ انها ليها نيجاتيف امباكت على البلاد جلوكوز ليفل فبالتالي نيجاتيف امباكت على الانسولين. يبقى دي نص الطبق. ربع الطبق عباره عن جرين، كلمه جرين يعني حبوب بس جرين دي تاكلها هول عند ايدك من غير ما تطحن. يعني القمح مثلا الويل تاكل صورة جرين الشعير الشوفان الحاجات دي تاكلها زي ما هي من غير ما تطحن زي مفتوح عندك القدس كلمه القدس يعني الشعير او البير اللي هو الشوفان محدش يحفظها. علمني بس على حاجه اسمها البراون رايس. بس بتعمل
الدكتوره دي عارفه الكلام ده. الدكتور يقول لها كله الرز البني براون رايس، وياكل العيش الشامي معاهم ضرب حاجه عشان براون رايس، يبقى ياكلوا براون رايس ويبعدوا عن الوايت رايس. على ما يمسك يبقى هياكل براون رايس ونبعد عن الرز الابيض، نبعد عن الوايت رايس ونبعد عن الوايت بريد العيش الابيض. فبقى ناكل هول عن انتاك جرين زي الهول ويت اللي هو القمح او البندي الشعير او القطن اللي هو الشفاف. هناكل براون رايس. الحاجات دي لها مايند افكت على البلد جلوكوز، فبالتالي لها مايند افكت على الانسولين اكتر من الوايت رايس والوايت بريد. يبقى نص الطبق كان عباره عن فيجيتال اند فود، يعني هدفه الكامل كان الكلر والبادي كار بيدي شكل الاكل، والبادي مليان فيتامين اند مينرال، بس بطاطس نص صدر فيجيتال لانها نجحت في الامباكت على البلد جلوكوز، فبالتالي بيزود نسبه الانسولين فتعمل الثلاث مشاكل اللي قلنا عليهم. ربع الطبق هيكون عباره عن هول اند انت في جرين، بس اهم حاجه كلمه هول اند انت بس كنت هي زي ما هي محطوط مطحن زي القمح او الشعير او الشوفان. على الامس بيو على البراون رايس الحاجات دي الافكت بتاعها على الضغط بوزيتيف، وبالتالي الافكت بتاعها على الانسولين اقل من الوايت بريد والوايت رايس. بعد كده ربع الطبق عباره عن بروتين. هو البروتين ده بناكله منين؟ ها ناكله منين؟ ايه مصدر البروتين؟ ممكن من السمك مثلا، من الفيش، ممكن من التشيكن، ممكن من الايج، من البيض، ممكن من كمان اللي بتقدر يشتري سمك او يشتري فراخ، ممكن من البينز والبقوليات الفولز مثلا. يبقى تاني ممكن من الفيش او الشكل او البينز والنطر، هي البقوليات الحاجات دي كلها تعتبر هيلثي سورس للبروتين. الحاجات دي ممكن ناكلها لوحدها، ناكل السمك لوحده او اللحمه لوحدها، وممكن نخلطها مع سلطه، تعمل سلطه لحمه او سلطه سمك، ممكن تخلطها مع خضار، تخلطها مع اي خضار، تعمل سلطه خضار باللحمه مثلا. وبالتالي الحاجات دي هتاكل فيش او تشيكن او بيز او نط، الحاجات دي كلها لوحدها او تعمل لها ميكس مع سلطه او ميكس مع الفيست. بس خد بالك ان اللحمه الحمراء الريد ميت هنقللها. اشمعنى؟ لحمه الحمراء بتعمل مرض اسمه؟ ها؟ الجود برضه، بس الجود ده زياده حاجه اسمها ايه؟ زياده اليوريك اسيد. هل الهدف من هنا او الخوف هنا من اليوريك اسيد؟ قال لك لا، الخوف هنا ان اليوريك اسيد ده لما بيزيد بيعمل انهبيشن لحاجه موجوده في جسمها النيتريك اوكسايد. النيتروكسيد دي كانت المسؤوله عن الاسستي بتاعت البلاد فيزيت. كل ما النيتروكسيد كانت موجوده كل ما البلاد فيزيت كان مور الاستيك، فبالتالي ياخد يدي معاه في الكونتراكشن. لما النيتروكسيد يبقى انهبيتد بزياده اليوريك اسيد، فبالتالي الاسستي بتاعت البلاد فيزيت هتختفي، فالبلاد فيزيت تتحول من الاستيك الى ستيف، يعني يعمل مرض اسمه اسيستيروز. عشان كده الميت او الميت هتعمل جود، والجود دخلني في عصر الاسترول، عشان كده بقلل الريتم خالص، بقللها خالص. همنع مين؟ همنع الحاجات المطبوخه فيها زي البروسيس زي الهمبرجر او السجق السوزاج. يبقى تاني كده خدنا الطبق الاساسي، قلنا الطبق نص قدامه فاكهه وربعه بروتين وربعه حبوب. النص قدامه فاكهه قلنا عباره عن فيجيتابل اند فروت، هنعرفها الكلر والبلد. بس خد بالك امسك البطاطس ما تقدرش فيجيتابل على حسب الماي بليت. ليه؟ لانها لها نيجاتيف امباكت على البلاد انسيلين، وبالتالي نيجاتيف امباكت على البلاد انسيلين. ربع الطبق هيكون عباره عن جرين حبوب، بس الجرين دي تكون هول اند ايفر، كلها زي الغالي سواء كانت قمح او بيري اللي هو الشعير او القط اللي هو الشفاف. علمنا ام سي كيو ان البراون رايس تكون احسن من الوايت رايس واحسن من الوايت بريد، احسن من الرز الابيض والعيش الابيض عشان لو مايند ايفر على البلد. بعد كده ربع الطبق عباره عن بروتين، قلنا ممكن تاكل من الفيش او التشيكن او البين او النط، الحاجات دي كلها تعتبر هيلثي سورس من البروتين. هتاكلها لوحدها وتعملها ميكس مع السلطه او الفيجن، الحاجات دي هتقلل منها الريد ميت وهتمنع خالص البروسيس ميت زي الامبوردا او السجق. بعد كده كوبايه الميه هتشرب كميه كافيه من الوتر والتي والكوفي. هنمنع حاجه خالص، هنمنع الحاجات السكري، المشاريب المسكره هنمنعها خالص. اي مشروب هتشربه كده زي شاي او سكر او عصير تقلل نسبه السكر فيه، وهنبعد خالص عن الشجر الدرينك. هقلل العصاير، انا غصب عنك هتكون مسكره، هقلل العصاير الى كوبايه واحده، وان سيرفنج بس دي كده سيرفنج يعني كوبايه واحده في اليوم. هتقلل اللبن، ده مش دي مهم. هنقلل اللبن والديري برودكت الى كوبايه او اثنين في اليوم. يبقى تاني هبعد خالص عن الشجري الدرينك، هتعمل سيرفنج للشجري الدرينك. هتقلل الجوس الى وان سيرفنج خرطين. هتقلل الميلك والديري برودكت الى كوبايه الى كوبايتين في اليوم. اشمعنى؟ هو انا مش يعني قال لي اللبن ليه؟ ده ما دام كانسر بروتينات. ها؟ قال لي اللبن ليه؟ عشان ايه؟ عشان نسبه الفات، دي اصل حاجه. ثاني حاجه اطلع الايتم اللي بعده او حتى نفسه الايتم عايز تشرب كميه كافيه من الوضوء. انت جسمك بياخد كميه كافيه من الفلوت كل يوم، حاجه ثابته. وليكن مثلا المفروض النهارده تشرب 5 لتر ميه مثلا. انت شربت كوبايه لبن، خدت كميه الكافيه
فيها اللي جسمك كان محتاجها. قال لك الميه طبعا رفعها بعد كده الكالسيوم ده هروح فين؟ هينزل مش محتاج، الجسم مش همتص. فبالتالي انت خدت كالسيوم او خدت اللبن ده، الكالسيوم اللي فيه ما استفدتش من انه نزل، وفي نفس الوقت ضيعت على نفسك كوبايه ميه. تاني انت بتضغط في اليوم 5 لتر فلو، حطهم ميه، حطهم عصاير، حطهم شاي، هتضغط في اليوم 5 لتر مثلا. فبالتالي لما خدت كوبايه اللبن خدنا كميه الكالسيوم اللي كنا محتاجينها. الكوبايه الثانيه والثالثه والرابعه ما لهمش لازمه، وفي نفس الوقت بيسحبوا متصيد الفلو اللي كنت بتشربه، فهتقلل كميه الوتر اللي كنت بتشربه. وده سبب. ثاني سبب ان الفئه مليانه فات. ها مشكله؟ اخر حاجه قال لك انك ستي اكتف، تلعب رياضه دايما، قال لك ان الاكسرسايز او ستي اكتف حاجه مهمه جدا للناس اللي بتعمل كنترول للويت. وبالتالي قلنا الطبق ده حل مكان النيوتريشن بالانس 2011. قسمت الوجبه بتاعتي الى ست حاجات او ست ايتمز. الطبق الاساسي قسمناه الى نص وربعين، قلنا اول نص ده مقعد خضار وفاكهه عباره عن فيجيتابل اند فروت، هدفع الكولر من ناحيه وبتديني مينرال وفيتامين الفاليتي من ناحيه. بس خد بالك ان البطاطس ما بتتصابش فيجيتابل، لها ليله لها ليله بتتباع اما نزلت على البنك جوز نفسه، وبالتالي لها ليله اما على النص. طب الربع عباره عن حبوب، قلنا الحبوب دي تكون انتك وجرين، ده ام سي ده مهم جدا. تكتب هول وانتك جرين زي القمح او البن اللي هو الشعير او الاوز اللي هو الشوفان. علمني امسكوا على جرام رايس، انا جرام رايس احسن من الوايت رايس والوايت بريد اللي له ميه بتزيد على البلاد بتزيد، وبالتالي له ميه بتزيد على البلاد بتزيد. بعد كده الربع بروتين، انا البروتين ده بروتين جاي من الفيش، جاي من التشيكن، وكان جاي من البين والبقوليات زي الفول، وكان جاي من النار. الحاجات دي كلها تعتبر هيلثي سورس للبروتين. هنقلل حاجه، هنقلل مين؟ ها هنقلل الريد ميت، هنبعد خالص عن البروسيسد ميت. الحاجات دي لما تشتغل لوحدها لازم تعمل لها ميكس، تخلطها مع السلطه او تخلطها مع الفيجيتا. بعد كده هنستخدم فيجيتابول اويل. الزيت اللي هتستخدمه يكون هيلثي وفيجيتابول، زيت نباتي. ابعد عن الحاجات الهيدروجينيه، ابعد عن السمنه المصنعه. بستخدم فيجيتابول وهيلثي اويل، هنبعد عن البارشل هيدروجينيت اويل، الحاجات دي مقصود بيها السمنه الصناعي. في ناس تروح للدكتور فتقول له انا حاجه عندك اصل استروز، عندك صلب في الشرايين. من ايه يا ابني؟ ما اعرفش ايه صلب في الشرايين. فقول له نتيجه ان الكيس بتدور في جسمك على فراغ من البيت يمنع خالص الدور. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط. الناس اللي بتدور في جسمك المفروض تاكلها طبيعي بتمثل 25% من الاكل بتاعك. هناخد في حصه بعد كده. الناس في الكربوهيدرات المفروض تكون 55%، نسبة الفات 25%، نسبة البروتين تكون 20%. يعني المفروض ربع اكلك يكون فات، بس تاكل الهيلثي مش الهيلثي، تاكل الان ساتوريتد مش الساتوريتد، تاكل الفيجيتابل مش الانيمال. عشان كده افتكر ان اللو فات دازنت مين هيلث. الشخص اللي منع الفات خالص من جسمه ده مش حاجه هيلثي قوي. الفات ده هحتاج بعد كده انزيمات، هحتاج بعد شويه هرمونات، لو ما كانش موجود لا هيكون انزيمات ولا هيكون هرمونات. عشان كده هتقلل الفات، هنستخدم الان ساتوريتد مش الساتوريتد، هنستخدم الفيجيتابل وهيلثي مش الانيمال وعن هيلث، بس ما تمنعش الفات خالص. وهستخدم الفيجيتابل اويل او هيلثي فيجيتابل اويل. هبعد عن الهيدروجينيتد فات او الهيدروجينيتد اويل السم الصناعي، وافتكر ان اللو فات دازنت مين هيلث. ادي جملة هشرب كمية كافية من الوتر والكوفي والتي. قلنا هنبعد خالص عن الحاجات الشجر، هنقلل الجوز عصاير كده وغالبا سيرفنج بارتين، هنقلل الميلك اللبن الى كوباية او كوبايتين باليوم. اخر حاجة هتستي اكتف، تلعب رياضة. قال لك ان الستي اكتف حاجة مهمة جدا الناس بتعمل كنترول للو. عشان كده طلعت الرسمة بتاعتنا بالشكل ده. قلنا الطبق النص خضار وفاكهه، والربع حبوب، وربع بروتين مع زيت نباتي قد الزيت فيجيتابل اويل، واشرب شاي وقهوه قد لين توتر وكوفي وتي يخليك تشوفنا لوك ترسم واحد تاني. ولازم كل حاجه في السته تترسم كل واحد على الارض. خلاص يبقى السؤال ده مهم نظري ومهم رسمي. سيبني يا كوبايه، هل انا هنا قلت كميات؟ يعني هل قلت كل واحد في اليوم ياكل كام كالوري؟ يشرب كام كوبايه لبن؟ قال لك لا، الهيلث ديت ما بيحددش نمبر اوف كالوري. اشمعنى؟ عشان كده هيختلف على حسب الايج، يعني الشخص اللي عنده 20 سنه يختلف عن الشخص اللي عنده 10 سنين، الست البريجننت غير الست النون بريجننت. لو عندنا عندهم نفس السن بس البادي سايز مختلف، اكيد نسبه الكالوري اللي فاكرينها هتختلف. عشان كده قال لك ان النمبر اوف كالوري ده بيختلف على حسب طبيعه الشخص، على حسب الايج، على حسب الجندر، على حسب البادي سايز، على حسب الفيزيكال فانكشن، يا بريجننت ولا لاكتيتنج. عشان كده الهيلث ديت ما يقدرش يحدد نمبر اوف كالوري معين. قال لك احسب انت لنفسك كميه الطاقه اللي انت محتاجها في اليوم
على حسب حجمها البيزر وتوريد الانكس هناخدها بعد قسطين خلاص. لما تحسبها قسمها زي ما قلت لك، فبالتالي انا اديت نسبه وتناسب ان اكلك نص يكون خضار وفاكهه، ربع بروتين وربع حبوب، تشرب كميه جافه من الميه، تستخدم بيزر وقايل هتلعب رياضه. الاكل يا فاكهه دي ماليش دعوه، بس المهم الكميه اللي تطلع مهما كانت طبقها في النسب دي. عشان كده الصوت اللي مكتوب فوق الرسمه مكتوب عليه ان الهيلث بليت ما بيحددش نمبر اوف كالوري، لكن بيحدد البروبورشنال البيرسنت بتاعت الفول. ده ملخص ده ستور دوت. يعني بيأثر او الكونسيرن على الكواليتي ولا الكوانتي؟ ها هركز على مين، الكواليتي ولا الكوانتي؟ هركز على الكواليتي، على الجوده، على سنجاره اكلك نص كذا وربع كذا وربع كذا، لكن الكميه اللي تاخدها ماليش دعوه بيها. ان الهيلث بليت ما بيحددش نمبر اوف كالوري، أكيد حددت البروبورشن بتاعت اتش تايب اوف فود، نسبة كل نوع في الحاجة. عشان كده الناس ليه؟ بركز على الكواليتي مش الكوانتي، أفهم كده صفحة 9 في الخط الأخضر. هركز على الكواليتي مش الكوانتي. ها في مشكلة؟ المصطفحة صفحة 11 ودرس مهم جدا جدا نظري وركنته في حياتك. النيوتريشن بتاعت البرنينا والجروب، أنا خليك في الفلوس دي أكتر معايا إيه؟ الناس الضعيفه، الناس اللي محتاجه سبيشال كير، الناس اللي محتاجه رعايه معينه. هم مين الناس دول؟ الطفل لسه مولود اللي اسمه انفنت. احنا قلنا قبل كده الانفنت ده من سن كام لكام؟ ها؟ الانفنت من سن كام لكام؟ لحد سنتين، من صفر لحد سنتين. كبر شويه بقى بري سكول من 2 لحد 5. كبر شويه بقى سكول. في نهايه السكول بقى اسمه ادلت ومراهق. بعد كده اتجوز فاك بريجننت. بعد البريجننت هو تاني اخر حاجه بقى ناس يبقى تاني ايه اللي فشل بتاعت البرنامج والدروب. الناس البرنامج والدروب الطفل لسه مولود الانفا، بعد شويه هيبقى بري سكول، دخل مدرسه يبقى اسمه سكول، اخر فتره في المدرسه اسمه ادلس فتره المراهقه اللي من 19 من 11 ل 20 سنه او 11 ل 19 سنه، بعد كده هيبقى اسمه بريجننت او لاكتيتنج اخر حاجه الناس الانفا. الناس دي كلها تعتبر برنامج والدروب محتاجه سبيشال نيوتريشنال كير، محتاجه رعايه غذائيه معينه. عشان زياده الريكويرمنت الفتره دي كلها هي فتره الجروس، الفتره اللي بيحصل فيها النمو، عشان كده محتاج ازود الريكويرمنت، محتاج ازود كميه الاكل اللي بياكلوه. الا مرحله واحده مين في دول مش محتاجه ان ازود له الريكويرمنت؟ تاني الناس دي كلها محتاجه ازود لها الريكويرمنت، محتاجين ناكل كميه اكل كتير ما عدا شخص واحد بس مين؟ القطه. القطه ده الوحيد اللي مش محتاج زياده في الريكويرمنت. امال محتاج ايه؟ مش هتفوت. اشمعنى؟ في دور جياتري كان عندهم ارتر دايجيشن، كان عندهم ارتر ابزوربشن، كان عندهم كونستيبيشن. المشاكل اللي كانت في الناس الاقدر لو من فوق لتحت قلنا كان في الهيد زهايمر، ميمرولوس، بالبنسونيز، كان في الاي فيجوال لوس وهيرنج لوس. كنت الشارع عمل حادثه زينا تحت شويه، كان في الشيست والحاجات في اللنج وحاجات في الهارت، كان في جايتي، كان في مال ابزوربشن، كان في مال دايجيشن، كان في كونستيبيشن. عشان كده الشخص ده الهضم عنده قليل والامتصاص عنده قليل وعنده دايما امساك، عشان كده محتاج سبيشال فود. فعلى الرغم ان الشخص ده بياخد كميات قليله جدا، ان الاكوان عنده قليل، اللي يعتبر بدل الهروب محتاج رعايه بس. هناخد كل واحد فيهم ونشرحه. اول حاجه الانفر، الطفل اللي عمره من صفر لشهرين سنتين بيطلع ياكل ايه؟ ملك، بياكل لبن. يبقى اول حاجه بياكلها هو البريس ميلك، والكلام ده مهم جدا جدا ليكم في حياتكم العمليه. البريست ميلك ده قسموه حاجتين، اللبن اللي بينزل في اول اسبوع اسمه كوليسترول اللي هو لبن السرسوب، بعد كده بيتحول من كوليسترول الى لبن طبيعي ده بيور بريست ميلك. يبقى اول حاجه بيحصل في اول اسبوع بياخد كوليسترول، بعد كده بيتحول الى بيور بريست ميلك. الكوليسترول ده بيبدا ينزل في اليوم من الثالث للرابع، عشان كده لما حد يروح يزور واحده والده وتشتكي اللبن لسه ما نزلش، لو لسه عامله النهارده او ما عداش على 3 ايام مطمنه، اللبن ده هيبدا ينزل في اليوم من الثالث للرابع، بينزل بكميات صغيره جدا تقريبا قد ما عليها تشتري فرد على واحد، بس الكميه دي كافيه جدا جدا للطفل ما ياخدش اي حاجه من بره. ليه كافيه؟ انها فيها هاي كونتنت من البروتين مليانه وفيتامين اي. بيكون فيها ماتيرنال انتي بادز، فاكرين ماتيرنال ايميونتي؟ الانتي بادز بتعدي من الام للطفل عند ثلاث حاجتين، يا اما البلاسنتا او البريست ميلك يقدروا عليها. يبقى ده على رغم ان في سمول اماونت كميه قليله جدا، لكن الكميه الصغيره دي مليانه فيتامين ايه، مليانه كاروتين، مليانه ماتيرنال انتي بادي، يعطي الطفل مناعه. في حاجه كمان، هو الطفل ده ليه ما ينفعش اكله في اول سنتين؟ يعني ليه ما اكلوش زيه؟ ليه ما عندوش؟ ايه
الانزيمات تهدم، الانزيمات اللي تحت على الدايجست الانزيم بتاعته تكون اما تيور لسه ما كبرتش، لسه ما حصلهاش ماتوريشن. بيحصل لها ماتوريشن امتى؟ مع بدايه الشهر السادس. عشان كده البروتين اللي ياكله يكون بروتين طبيعي ولا دايجستبل؟ دايجستبل. عشان كده ربنا خلانا البروتين اللي نزل في اللبن دايجستبل، في الناس المهضوم جاهز، مجرد بس اللي عمله ابدج. يبقى الكوليسترول ده بينزل في اليوم الثالث للرابع، بينزل بسمول اماونت، بيكون في هاي كونتنت من الكاروتين، نسبه عاليه من فيتامين ايه، في نسبه عاليه من الماتيريال انتي بودي، في دايجستبل بروتين، في نسبه عاليه من الصوديوم، في كلورايد، في بوتاسيوم. ايه رايك يا دكتور، تقول كتير ولا قليل؟ ها كتير ولا قليل؟ قليل ولا كتير؟ قليل. ليه؟ هو الطفل ده بيمشي بيعمل اكتيفيتي، فبالتالي مش محتاج نزود له البلاد جلوكوز ليفل. عشان كده نسبه السكر اللي فيه بتكون قليله، بيكون في نقص في السكر ونقص في الفات عشان شعرك يهضم. يبقى تعالى الكوليسترول بحرف الاس بينزل في اليوم السادس بس سمول اماونت، في نسبه قليله من السكر وزياده من الصوديوم واخواته. مش شويه كده الكوليسترول بينزل في اليوم من الثالث للرابع، بيكون نازل بسمول اماونت بس في نسبه عاليه من الكاروتين في المتانه الانتي بادي والدايجستر بروتين، بيكون في نسبه عاليه من الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم، وبيكون في نقص في السكر والفات على الام سي كيو. وتاني الطفل ده بيحصل حاجه اسمها البريست فيدنج. ايه اهميه البريست ميلك؟ على حسب طبيعته، هو كوليسترول ولا ماتور بريست ميلك؟ لو كوليسترول بينزل في اليوم الثالث للرابع بينزل بسمول اماونت ومع انه كميه قليله جدا، لان هو مليان كاروتين مليان فيتامين ايه مليان نتيرن اندر ضد الضيف مناعه نيت ما يلحق اسمها دايجست اول بروتين دايجست عشان تطلع شعر يهضمه. بيكون في المعادله هو عاوزها الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد، بيكون في نقص في السكر ونقص في الفات. بعد اسبوع تقريبا لو من خمس سبع ايام اللبن ده هيتحول من كوليسترول الى ماتور بريست ميلك، وكاتب عندك ثمان جمل عن الماتور بريست ميلك. بيكون فيهم لبن بس كميه قليله، بيبدا كوليسترول بالكاركتر دي هو مليان كروتين وفيتامين ايه وماتيريال والكلام ده في اليوم الثالث الرابع، بس من اول يوم رضاعه بيكون في لبن بس كميه قليله. ها مش كده؟ والرضاعه الطبيعيه الولاده الطبيعيه غالبا بيبدا فيها كوليسترول من اول يوم. اخر شهر في الكيسريه عشان الاختلاف الهرمونات في الطبيعيه ربنا الدنيا ماشيه بشكل تدريجي، من تلك الهرمونات عملت ايه بشكل تدريجي والبراكتين بيزيد، الشكل ماشي بشكل طبيعي. لكن في السكشن عملنا ترمينيشن مره واحده، فبالتالي الجسم ما كانش مهيئ هرمونال انه يفرز اللبن، فلو ضاعت هرمونات طبيعيه اللبن يفضل ينزل في اول يوم عادي، ممكن بعد ده بساعه بساعتين اللبن ينزل، لكن في القيصريه هتتاخر من ثلاث او خمس ايام. تقول ايه؟ يعني الولد بقى يمسك سيد امه بس، هنقول بعد شويه، هنقول بعد شويه ان الكميه بتاعت اللبن دي بناء على الصبر. اول كلمتين في الماتيريال بريستيمنت بتوع علامه مترجمه. الكميه بتاعت اللبن اللي بتنزل بتكون مرتبطه بالسابلنج بتاعت البيبي، السابلنج ده هيعمل ستيميليشن للريسبتور بتاعت النبي، فيعمل سبيشال بيتريتري جلاند، يطلع هرمونين مهمين جدا. اول هرمون يمين هنا هو هرمون البرولاكتين، عشان كده الست اللي بتشتكي ان ما عندهاش لبن الدكتور يقول لها رضاع الطفل برضه، الرضاعه هي اللي هتنزل اللبن. يبقى اول حاجه الكميه بتاعته ريجوليتد باي البيبي سابلنج على حسب احتياجاته. يبقى كل ما زودنا السابلنج كل ما كميه اللبن هتزيد. تاني حاجة اللبن ده جاهز ولا بنغير فيه حاجة؟ بنسخنه مثلا بنحط عليه حاجة هو ريدي ميد، بيكون نازل جاهز ريدي ميد وبيكون فريش. الطفل بعد كل رقعة بيعمل ايفاكيشن لكل الميلك اللي موجود في البريست، فبالتالي كل الميلك يختفي ويتكون ميلك جديد، فبالتالي دايما يكون فريش. لو الميلك ده مش فريش أو فضل شوية ايه اللي هيحصل؟ هيحصل جورج مني، بس تخش مني في انفلاميشن وبريست أبس. ودي من رحمة ربنا اللبن بيتكون فريش بعد كل رضعة، اللبن بيتكون مني وبيكون ريدي ميد ويكون فريش وبيكون ويستابل تمبريتشر. في الصيف ده اللبن ده بارد جدا، وفي الشتاء يكون اللبن دافي جدا، يبقى بيكون ويستابل تمبريتشر على حسب الكلام ده، عكس النقل اللي احنا فيه. لو احنا موجودين في جو حر يكون اللبن بارد، احنا موجودين في جو بارد يكون اللبن دافي. يبقى اول جملتين تروح عليهم مقدمه ان الكميه بتاعته على حسب السفن، وان هو ريدي ميد بيكون فريش بيكون نازل ويستابل تمبريتشر. ثاني جملتين تروح عليهم في ايه؟ اللبن ده مليان كل حاجه، في فيتامينز، في منرال، في بروتين، في هرمون، في جروس فاكتور، حاجات بتزود الجروس، اهمهم ماده اسمها الجلاكتو ليبيد. كلمه جلاكتو يعني نقول جلاكتوز، وليبيد يعني فات. الماده دي لها القدره انها تعدي حاجه اسمها البلود برين باري، فبالتالي تعمل نيوتريشن لمين؟ البرين سيل، فتعمل جروس للبرين. عشان كده الطفل اللي برضع طبيعي يمشي قبل الطفل اللي برضع صناعي، يتكلم قبل الطفل برضع صناعي، اذا كان في المدرسه غالبا بيكون احسن من الطفل اللي برضع صناعي، عشان ماده الجلاكتو ليبيد اللي بتعمل جروس في البرين. يبقى البرين او اللبن ده مليان بروتين، مليان فيتامين، مليان منرال، مليان هرمون، في جروس فاكتور، اهمهم ماده الجلاكتو ليبيد.
اخر اربع جبل يكون عليهم بيقلل الانفكشن يعني بيزود المناعه. اللبن ده بيكون نازل سترايل معقم ما فيهوش اي كونتامينشن بكتيريولوجيكالي فري المفروض ما يكونش فيه اي بكتيريا. فاول حاجه اللبن ده بيقلل الانفكشن وبيزود المناعه بيكون نازل سترايل ما فيهوش اي انفكشن. اللبن الصناعي غصب عن الام وهي بتعمل الرضع وهي بتجهز البوتل هيحصل فيها كونتامينشن. لكن اللبن ده نازل سترايل بيكون بكتيريولوجيكالي فري. حتى لو نزل فيه بكتيريا فهو مليان اميون جلوبلين ايه؟ ومليان انتي بكتيريال فاكتور. حتى لو الست عندها ابس حتى لو حصل كونتريشن من السكن اللي بره فاللبن ده فيه اي جي اي اميون جلوبلين ايه وفي انتي بكتيريال فاكتور زي ماده اسمها اللايزوزايم او الماكروفاج هتاكل اي حاجه موجوده. اللبن ده فيه ماده اسمها اللاكتوفيرين. ايه اللاكتوفيرين دي؟ من اسمها جلد الكافتر اللي موجوده في اللبن فيرين يعني حديد. الماده دي بتنزل تمسك في الايرون الموجود في الجاي دي بتاعت الدفن فتسهل عمليه الابزوربشن. ايه اللي يحصل لما زاد الابزوربشن؟ لما زاد الابزوربشن بتاع الايرون كده كميه الايرون موجوده في الجاي دي هتقل ولا هتزيد؟ هتقل. زودت الابزوربشن خلاص يمتص اكتر في كميه الايرون اللي موجوده في الجاي دي هتقل. مين كان بتغذي على الايرون؟ البكتيريا. فبالتالي لما قللت كميه الايرون موجوده في الجاي دي حرمت البكتيريا من اكلها وبالتالي حرمت البكتيريا انها تعمل ملتيبيكيشن فقضيت على البكتيريا. فبتبدا بتتبخر من الفران من الاكل اللي بخر من البكتيريا من الحديد عندها تبدا توفر له ماده اسمها اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين ده تنزل تمسك في الاير فتسهل عمليه الابزوربشن فبالتالي احرم البكتيريا من الاير فقلل الملتيبيكيشن. يبقى تاني ايه مميزات البريست ميلك؟ قلنا حاجتين لما اكل اسبرم لما بزود بريست ميلك. الكوليسترول بينزل في اليوم من الثالث للرابع بينزل بسمول اماونت بس مليان كاروتين مليان بكتيريا انتيبادي مليان دايجستبل بروتين. اللبن ده بيكون فيه زياده في الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد بس ناقص فيه السكر والفات دي حاجه كويسه مش وحشه. بعد كده تحولنا من كلاسترم الى ماتور بريست ميل. قلت اول كنت مقدم اللبن ده بيكون نازل ها ريدي ميد وفريش وبزياده متمرس. الكميه بتاعها بتعتمد على البيبي سابلمنت على حسب اللي بتاعها. بعد كده اللبن ده مليان فايبر مليان بروتين مليان مينرال فيه هرمون فيه جروس فاكتور عشان هم ده اسمها الجلاكتوليبيد اللي بيزود الجروس بتاع البرين. بعد كده اللبن ده بيقلل الانفكشن وبيزود المناعه عشان هو سترايل كمان ها بكتيريشن سيف. حتى لو حصل لك كونتامينشن بيكون في حاجه اسمها اتش ايه في انتي بكتيريال فاكتور في ماده اسمها اللاكتوفيرين اللي بتمسك في الايرون فتزود الابزوربشن بتاعها فبالتالي احرم البكتيريا من الايرون بتاعها فامنع البكتيريا من الملتيبيكيشن. دي مميزات البريست ميلك. السؤال اللي بعده مميزات البريست ميلك بروسيس. ايه مميزات عمليه الرضاعه نفسها؟ يبقى عندي فوائد للبن نفسه سواء كلاستر او ماتيور وعندي فوائد لعمليه الرضاعه البريست ميلك بروسيس. فرق هو عاوز ايه؟ عاوز مميزات البريست ميلك ولا مميزات البريست ميلك بروسيس؟ تفتكروا الرضاعه دي هم من الام ولا الطفل؟ اكيد الاثنين. اول حاجه مشتركه بينهم هم الاثنين بتعمل جود سايكولوجيكال ايفكت بتعمل علاقه كويسه بين البيبي وبين المصدر. هدرس الاطفال ان الطفل الطبيعي بيعرف مامته بعد الشهر الرابع بيعرف باباه بعد الشهر 11 يعني هم الاثنين عايشين في نفس البيت بسبب الرضاعة. الطفل ده هيبدأ في جيبه الطبيعي من 6 ل 8 مرات. المرة افريج من ربع لثلث ساعة. قول مثلا ربع ساعة. ربع ساعة 8 مرات يعني على الأقل في سكان في السكن كونتاكت مع المزر لمدة ساعتين يوميا عشان كده بيعرفها بدري. عشان كده الطفل كله بيبقى على ساعة 20 من مامته أو ما هو مجرد ما تشيله الطفل يسكت. فبالتالي تعمل جولد سايكولوجيكال ايفكت ما بين البيبي وبين المزر. بعد كده حاجة للطفل. هنزود الجروث بتاع الجو. وهزود الجروس بتاع التيس ساينين بدري عن زمايله وهزود الجروس بتاع الشو وبتاع التيس وهيتكلم بدري عن زمايله عشان الجلاب كلها دي بتعمل برين جروس. يبقى حاجه مشتركه بعمل جروس هتلوش تكلف حاجه للطفل هزود الديفلوبمنت بتاع الشو وبتاع التيس وبتاع السويتش. وبعد كده اربع حاجات للام هتاخده في النساء. ان الست اللي جالها كانسر بريس او كانسر امي قلنا قبلها ست مين؟ اللي ما اتجوزتش او اتجوزت وما خلفتش او خلفت ما رضعش بسبب اختلاف الهرمونات. فبالتالي اللبن ده او الرضاعه دي بتزود حاجه اسمها اليوتراين انفليوجن. كلمه انفليوجن يعني اليوترس يرجع لحجمه الطبيعي بعد الولاده. اليوترس حجمه الطبيعي قبل خمس سنين. اثناء الحمل يحصل له اكستنشن بيمتد بعد الولاده المفروض يرجع لحجمه الطبيعي. برجع لحجمه الطبيعي في الناس اللي بترضع طبيعي بعد ست شهور. الناس اللي ما بترضعش طبيعي بيقعدوا حوالي من تسعه لسنه ونص. ليه؟ احنا قلنا السابلنج دي هتعمل استرسال الريسبتور موجوده في النبل. هتعمل سبيشال للبتيت اللي تطلع هرمونين. قلنا واحد منهم كان اسمه البروتين ثاني واحد اسمه الاوكسيتوسين. ده موجود كده يعمل كونتراكشن في اليوترس. فبالتالي طول ما في رضاعه طول ما في كونتراكشن في اليوترس عمال يرجع لحجمه الطبيعي فتزود
الاوتراين فيزيولوجي اللي هو ترسيب على الحجم الطبيعي بدري. دكتور رضا الشاطر اول ما راجل طمع الاسبت بتاع مولدها هيسالك رضعت الطفل ولا لسه؟ لو ما رضعتش لا ابدا رضعها دلوقتي وانا واقف. ايش معنى؟ عشان اقلل البريدنج. اقلل حاجه اسمها البوز بارتم فيمن. اقلل النزيف اللي بيحصل بعد الولاده ازاي؟ نفس التكنيك بالظبط. احنا عندنا نقطه عباره عن لينجيتنال مصر فايبر، مصر اللي بيحصل بالطول. تيجي بالاسنتك فينجر لايف بروشكشن عامله زي الصوابع وتنشق ما بين المصل بتاعت اليوتس. الدكتور هو بيقول لي اتشالق البلاسنتا فبالتالي البلاد فيزل ده ربط البلاسنتا باليوتس حصل لها ايه؟ اتقطعت فعملت سرسب دم عملها يحصل لها بليدنج. لما الاوستوسيس يقطع يحصل كونتراكشن في المصل البلاد فيزل اللي بين المصل دي ايه اللي حصل لها؟ اتقفل فعلل البليدنج. يبقى قال حاجه اسمها البوست بارتم هيمج. يبقى هيقلل البوست بارتم هيمج، هيزود الاوتراين انفليوجن، هيمنع الكانسر بليس وهيمنع الكانسر اوفر عشان بيعمل ريجليشن في الهرمونات. اخر حاجه من الاسهل الرضاعه الطبيعيه ولا الصناعيه؟ اسهل بالنسبه للاخر. مين اللي هيحصل ريجليشن؟ اكيد الطبيعيه ممكن في اي مكان حتى لو خارجه بره حتى لو في اي مكان ممكن تقعد وترضع الطفل. لكن الصناعيه لازم تحضر الرضع، بتجيب البرون بتغسله وميه دافيه وخايفه من الكونتامنيشن والغطا بشكل معين وتحسب المقدار والمقدار غلط فبالتالي ده ايزي جدا. مين الارخص؟ اكيد ما بتكلفش فلوس سايب هيرمان يبقى دي ايزي وبتسيف هيرمان. جنب مميزات البريست ميلك بروسيس يكون على عامل كده علاقته بالام علاقته بالام وحاجات في الفم مش عارف مذاكرتش ها علاقته بالام وحاجات في الفم بيرجع اليوترس ويقلل الدم بيرجع اليوترس ويقلل الدم بيمنع الكانسر وسهل للام يبقى علاقته بالام وجوزها كلش كان ايفنت بين البيبي وبين المزر وحاجات في الفم يعني ديفلوبمنت للشو او للتيس او للسان للسبيتش هرجع اليوترس هزود التراين انفلوجن ويقلل الدم هيقلل حاجه اسمها البوز بارتم هيمج هيمنع الكانسر هيقلل البريست كانسر والاوفريان كانسر اخر حاجه سهل الام هو ايزي وسيف هيمج كده خدنا مميزات لبن الام ومميزات الرضاعه نفسها قالك الرضاعه دي المفروض بتاعها اس ايمي اس بس كل ما الام ترضع الطفل بدري كل ما كان افضل ليها وللطفل والرضاعه الطبيعيه يعني تقول اكسكلوسيف يعني حصريه في اول 6 شهور اول 6 شهور الطفل ما ياخدش اي حاجه خالص غير شويه الميه بس بتاعي الرضاعه دي نبداها اس ايمي اس بس وفي اول 6 شهور الطفل ما ياخدش اي اكل هنبدا ناكله بعد الشهر السادس ما يخلص ايش معنى ولا يكون حصل ماتيوريشن الدايجستيف والانزايم الشهر الثاني انزايم بعد الشهر السادس هنبدا عمليه حسنا عمليه الفطام ايه الفطام ده ان ادخل حاجه مع الاكل فرقه بين الفطام والفصال قلنا الفصال ده انك تفصل الطفل عن اللبن ده اللي بيحصل بعد سنتين لكن الفطام انك تدخل اكل مع اللبن ده بيحصل بعد الشهر السادس ده سؤال نظري مهم جدا لوينن وشكوى اكتر لما تخش اللجنه بتقول لك يعني افطر يا ابني ولا يا اسطى بتزع لبن شفنا يا حبيبي وانت شكل وراوي ولنا خلص الفطام دي ان ادخل الاكل مع اللبن لكن الفصال انك تفصل الطفل عن اللبن فالفطام ده هو انتروداكشن اوف فود ويز ميلك اهم كلمه كلمه ويز دي وانتروداكشن اوف فود ويز ميلك هنعرف الاطفال ان الطفل عند الشهر السادس بيضاعف وزنه يعني لو كان مولود 3.5 كيلو بعد الشهر السادس هيبقى 7 كيلو يعني الطفل وزنه بقى ضعف طب لبن الام هيقل ولا هيزيد؟ ها؟ الطبيعي ان كل ما الام زادت في رضاعه كل ما الكواليتي بتاعت اللبن بتقل صح كده؟ فبالتالي الطفل ده وزنه زاد للضعف وكميه اللبن قلت او على الاقل زي ما هي هل الكميه دي هتكفي الطفل؟ لا طبعا الكميه كانت كافيه 3.5 مستحيل تكفي 7 عشان كده نبدا ندخل للطفل اكل في الفتره دي عشان تفيس الراب الدراسه عشان توجه الراب الدراسه اللي بيحصل ده ومش بس كده لبن الام دي في الفشل في بعض الحاجات اللي ناقصه لبن الام مع عنصر اسمه الايرن الحديد عشان كده لازم تديله الطفل من بره يبقى تاني بعمل ويننج بعد الشهر السادس عشان حاجتين عشان لما تجيز في الدراسه بيحصل للطفل وعشان في حاجات الفشل في لبن الام زي الايرن هبدا ادخل للطفل حاجات فلوي حاجات سايل يعرف يفتحها بعد كده هحولها من فلويد الى سيمي سوليد اخر حاجه تبقى سوليد بس بتدري بدل نبدا بحاجات فلويد ثم سيمي سوليد ثم سوليد تبدا بحاجات فلويد زي العصائر والكلام ده بعد كده سيمي سوليد زي البطاطس المهروسه الرز بعد كده حاجات سوليد زي اللحمه والسمك والبيض والكلام ده يبقى هبدا بحاجات فلويد ثم
سيمي سوليد سيمي سوليد طبعا في الجو العكس اكله مطاط اول خلاص ببدا اكل الطفل ده بمعلقه بسبون او بفنجان بكب ما باكلوش في بوتي حد عارف ايه السبب الطفل ده هديله بسبون او بكب لما معلقه لما بفنجان كوبايه صغيره لكن ما يشربش بالازازه عشان ما يشربش دي اول حاجه الام المصريه قاعده فاتحه اللعبه فاتحه البوال قدامها وحاطه الببرونه ومسكها برجليها والطفل عمال هيموت ولا هي معاه يبقى اول حاجه عشان الطفل ما يشربش ايه كمان عشان الساكلينج عشان ما يتعودش على الساكلينج نبدا نعوده شويه شويه ان في حاجه غير الساكلينج ايه كمان ها عشان الكونتامينيشن هو لسه هينضف المعلقه ولا تنضف الازازه اكيد المعلقه انضف يبقى عشان ما يحصلش كونتامينيشن للبودي ووتر دي سهل جدا يحصل لها كونتامينيشن ها ايه كمان عشان الطفل يعرف يعمل تيستنج لا يعرف يتسوق لا فبالتالي يحبه ما تفوش وانت بتعمله ويننج للطفل هتلاقي واحده جالت بقى وطفل بتشتكي ان الطفل اول ما ولاد بدون الاكل بياخده ورجعه تاني او بيدفه تاني ما هوش بيدفه التست برضه بتاعته بتكون موجوده على طرف السنان طرف اللسان بره خالص فبالتالي اول ما دخلت الاكل هو بدا يتذوقه بالطرف من الاول بعد ما خد الجبهه ودخله خلاص ما عادش له طعم فرجعه عشان يحس بالطعم تاني ومعنى الطفل بياخده ورجعه ده ما بيدفوش ده مش معناه ما بيحبش الاكل ده بيحاول يعمل تيستنج للاكل تاني عشان كده بضربه سبون او بكب عشان اسال عليه العمليه دي لكن البوت بياخد الحاجه ويصبحها مرقعه خلاص طب لو الطفل ده حصل منه دايريه اديته اكل وحصل اسهال اوقف اليوم اللي خلاص قال لك لا وقف الاكل حصل منه دايريه واعمل له ريبليسمنت لنوع تاني وبعد فتره بدخله نفس الاكل وتاني الطفل ده لو خد اكل وحصل منه دايريه هوقف الاكل ده واعمل ريبليسمنت لنوع تاني يعني مش هوقف الويننج خالص يبقى الويننج ده هو انتراكشن الفود وز الميلك نبدا بعد الشهر السادس عشان الرابت فيسكال جروس وعشان في حاجات كده فيشن تبقى الام اهمها عنصر الاير ببدا بحاجات كلوز ثم سوليد ثم سوليد ببدا بسبون او كاب بنط بطل لو حصل دايريه بعمل ريبليسمنت للفود ده بنوع تاني مشكله كده خلصنا الانفو بعد كده فتره السكول طبعا عليها قرايه لكن فتره السكول بيحصل فيها رابت فيسكال جروس اند ديفلوبمنت عشان كده لازم الاكل بتاعك يكون مليان فيتامين ومينرال وكالسيوم وبوتاسيوم وكل حاجه كده ما فيش اي حاجه فتره الانظر علمنا عليها ان فتره المراهقه دي المفروض الميل يزيد مزنوقهم ب 35% الفيميل يزيد مزنوقهم ب 20% اه هي 20 مش 200 هتبقى صح يبقى تاني الميل يزيد 35% الميل الفيميل ب 20% بس وفتره الانظر المفروض الفتره دي تنبسط حاجه فيها اسمها اسمع ابو صندي ابو صندي سبير هذه فيزيكال اند منتال جروس اللي كان سموها ابو صندي سبير قلنا الفتره دي هتزيد وزنك فيها ال 135% الفيميل 20% بس اخر حاجه الناس الالدر الناس دي مش محتاجين زياده في الريكويرمنت على الرغم ان هم عندهم نفس في الريكويرمنت كميه الاكل اللي بياكلوها قليله لان هم محتاجين سبيشال كير عشان يكون عندهم مرض ديجستشن عندهم مرض ابزوربشن عندهم كونسبشن لو فاكرين كانت مصر تدعمهم لاخر نفس كان من ضمن النفس نيوتريشنال سيرفيس خلاص يبقى باقي الصفحه دي كلها ام اس كيو طيب خلاص بس قالوا عليها ان الميل في مصر 35% والفيميل 20% في عندكم جدول للاكوار مين لكن قرايه مش هحفظه نبص الصفحه هنخش في حاجه جديده اسمها assessment of nutritional status انت شخص بتاعك ميت وانطلب منك من الكليه انك تنزل تعمل assessment كمان تقييم لحاله الناس الغذائيه النيوتريشنال الناس بتاكل كويس ولا بتاكلش كويس من ناحيه حاجتين من ناحيه الكواليتي ومن ناحيه الكواليتي يعني اكل اللي بياكلوه الكميه بتاعته كافيه ولا مش كافيه ولو كافيه جودته كافيه ولا مش كافيه ممكن يكون بياكل كميه كبيره بس كلها كربوهيدرات كلها بروتين كلها فات لكن لازم ياكل بكميه كافيه وكوانتيتي خلاص يبقى لازم ياكل بكوانتيتي وكواليتي كافيه عشان تدرس او تعمل اساس للنيوتريشنال ستاتس قدامك حاجتين لازم تروح وزاره الصحه وزاره الصحه وتجيب داتا معينه هناك من الداتا دي هتاخد فكره عن حاله الناس الغذائيه او تقول لهم انا ما صدقتش كلام حد وهنزل اعمل بنفسي انفستيجيشن هنزل ادور على نفسي يبقى تاني قدامك حلين لما تنزل تجيب اوريدي بريزنت داتا وزاره الصحه تجمع داتا معينه هروح عليه شويه انت هتنزل تاخدها وبناء عليها هتاخد فكره عن حاله الناس الغذائيه وتروح وزاره الصحه تجيب بعض الداتا وبناء عليها برضه هتعرف حاله الناس الصحيه
الداله دي هنعملها عشان خاطر الجرمه اللي بيربوها بشكل روتيني. هو مش بيربوها، فبالتالي برايمر ولا سكندري؟ انت بالنسبه لك سكندري، هم بيربوها بشكل روتيني. انت لما استخدمتها فبالتالي تعتبر سكندري سورس وتتعلم عليها وتزود. الريليفانت داتا عباره عن سكندري داتا. لما بتنزل تجيب اوريدي بريزنت داتا لازم تتجمع بشكل روتيني. تاني لكن عندها داتا نوعين، لا برايمري لا سكندري. لما انزل الم داتا اول واحده بالمه، محدش كان بالمه قبل، يبقى المه اول مره اسمها برايمري. اذا لو كنت بالظبط الصح بتلم داتا مثلا زي السكان زي السنس، وانا احتجت في مره عدد السكان رحت خدته من السنس، ده بالنسبه لي سكندري. لما كانوا بيلموه بشكل برايمري بالنسبه لهم، لكن انا بلمه بالنسبه لي بشكل سكندري. خلاص يبقى انا عندي طبعا سكندري سورس وداتا. بنزل اجيب داتا عن حاجتين، هجيب داتا عن الاكل مره عن الفول، وهجيب داتا عن الناس مره. وتاني هجيب داتا حاجتين، داتا من وزاره الزراعه عن الفود، داتا من وزاره الصحه عن الناس. يهمني ايه في الفود؟ اعرف الاول ان الفود ده متاح ولا لا؟ الافيلابيلتي، الاكل ده موجود ولا مش موجود؟ ولو موجود جابه من برودكشن احنا اللي انتجناه ولا جابه من امبورتيشن استوردناه؟ تفرق في حاجه؟ تفرق في السعر في البرايس. عشان اعرف البرايس، كل ما كان الاكل غالي كل ما الناس الشريفه الثانيه يخش مني ما نفرش. يبقى تاني اول حاجه بعرف افيلابيلتي، الاكل متاح ولا مش متاح، ولو متاح جالي من برودكشن احنا انتجناه ولا جالي من امبورتيشن، عشان ده كله هيأثر في البرايس. وبعد كده هنزل الم داتا عن الناس، اروح لوزاره الصحه واسالها على الانديزز. هجيب انديزز تهتم بالموربيديتي، يعني ايه موربيديتي؟ اتشرب امراض. وهجيب انديزز تهتم بالمورتاليتي. قال لك عندك بعض الامراض لو لقيتها منتشره في المجتمع ده دليل ان عندهم مشكله في النيوتريشن. زي ايه مثلا؟ زي الدايريا ديزيز في الشيب. المجتمع اللي عنده نسبة عالية من الدلالة ديسفل تشيلد أكيد الأطفال دي عندها مالنيوتريشن. المجتمع اللي عنده نسبة عالية من البارازيتيك انفستيشن أكيد عندهم مالنيوتريشن. العيال لو بتولدوا بلو بيز ويت مظلوم عنده الولادة أقل من المعتاد، ده دليل على المالنيوتريشن. انتشار التي بي دليل على المالنيوتريشن. فاكرين أسباب الانتقاص بتاعت التي بي؟ كان مناع مهمل في وظيفته، كان أهم سبب نقص المناعة. واهم حاجه تقلل مناعه في الاطفال المالنيوتريشن. وبالتالي بجيب حاجات لها علاقه بالموربيديتي وحاجات لها علاقه بالمورتاليتي. قلنا الموربيديتي عندك بعض الامراض اللي انت موجوده، ده دليل ان عندك مشكله في النيوتريشن بتاعت المجتمع بتاعك او المجتمع بتاعك. زي البارازيتيك انفستيشن، زي الدرابيس في الشيلدر، زي التبي او النو بيرس ويت عادي كله بس نو. بعد كده اجيب انديز اللي علاقه بالمورتاليتي الوفيات. قال لك لو لقيت نسبه الوفيات في الستيل بيرس عاليه، يعني ستيل بيرس ستيل بيرث، على الوقت فضل عايش لحد البيرث، الوقت بيتولد عايش ومن بعدها بساعه او بساعتين، ده بنسميه ستيل بيرث ليس. ستيل بيرث فضل عايش لحد البيرث. او في البري نيتال مات بعد الولاده باسبوع، او نيونيتال مات بعد الولاده بشهرين. يبقى العيال بتتولد وتموت ساعه بطارد، او بيموتوا بعد الولاده بشهر او باسبوع او بشهر وشهرين. ده دليل على المانيفستيشن بتاعهم ولا بتاع الام؟ والطفل ده بياكل حاجه؟ لان النيوتريشن بتاعته جايه منه المصدر. فبالتالي ده ريفلكت النيوتريشنال ستاتس ده عن المصدر، يديك فكره عن النيوتريشنال ستاتس بتاعت الامهات. طب لو عندي تموت وهي انفا عمرها سنتين يعني بلاها وين، او عندي بري سكول، ده دليل على ان في مشكله في النيوتريشنال بتاعك اللي تشكل. فبالتالي عشان اعمل اسسمنت النيوتريشنال ستاتس قدام طريقين، لما تريح دماغك وتجيب اوريدي بريزنت داتا سموها ريليفانت داتا، لما تنزل تعمل انفستيجيشن بنفسك اعرفها بعد شويه. اول حاجه الداتا دي هل هي اوريدي بريزنت يعني سكندري ولا برايمري؟ يعني سكندري. بنزل الم داتا عن حاجتين، عن الاكل وعن الناس. انت عاوز تعمل تقييم لحاله الناس الغذائيه، فبالتالي يهمك الاكل ويهمك الناس. هجيب داتا عن الاكل من حيث الافيلابيلتي، الاكل متاح ولا مش متاح؟ ولو متاح برودكشن انتجناه ولا برودكشن استوردناه؟ عشان هتفرق في البرايس في الاكل. بعد كده هجيب داتا عن الناس، الناس دي هتستورد المورفيتي دي مره والمورتاليتي دي مره. المورفيتي دي قالك فيها امراض لقيتها منتشره، ده دليل على المان نيوتريشن، زي البارازيتيك ديس في الاتشيب، زي الدارية ديزيز، زي التبي او النو بيرس ويت. بعد كده حاجات تخص المورتاليتي الوفيات. انا لو جيت في نسبة عالية من الستيل بيرس ديس او البري نيتال ديس او النيتال ديس، يعني العيال بتموت قبل عمرها ما يوصل شهرين، يعني لسه ما اكلتش، يعني كل الاكل بتاعها معتمد على المصدر، ده بيرفلكت النيوتريشن ريسيرش بتاعك المصدر. طب العيال بتموت وهي انفت او ريسكول يعني بدأوا ياكلوا، ده دليل عندهم ان في مال نيوتريشن في الشيلدر نفسه. ودي اول طريقه اللي اسمها الداتا. ثاني طريقه اسمها الانفستيجيشن، ودول خمس طرق. اول طريقه فيهم اسمها الناشونال فود كونسومشن، الناشونال فود كونسومشن، الاستهلاك القومي من الغذاء، الناس بتاكل اكل قد ايه. ده طريقه بتحسب للانديفيدوال شير والام سي كيو، بتحسب لنصيب الفرد الواحد من الاكل بير دي اللي هو الام سي كيو.
بتقول على حسب الانديفيدوال في شير نصيب الفرد الواحد مش المجتمع كله. في اليوم الواحد مش مستنى ولا في الشهر. بيقول يعني تحسب الانديفيدوال شير من الاكل بير دي. بعمل ايه؟ قال لك جمعنا الاكل وقسمناه ل 11 كاتيجوري. الى ملك، الى فيجيتابل، الى فروت، الى بينز، الى نط، محدش يحفظ النوع عادي، انتم هتبقوا 13 اصلا. بس هم الصح بيقسمهم الى 11 كاتيجوري. بعد كده احسب كميه الاكل اللي داخله من البلد او اللي داخله للبلد. واحسب كميه الاكل اللي خارجه من البلد. يا الاكل اللي داخل البلد ده جاي من ايه؟ لا اما انتجناه برودكشن، لا اما استوردناه امبورتيشن او شحتناه دونيشن. يبقى يا اما برودكشن او امبورتيشن او دونيشن. الاكل اللي خارج من البلد لا اما صدرناه اكسبورتيشن او حاجات نون ادبل غير صالحه للاستخدام الادمي، حاجات باظت. وتاني بحسب كميه الاكل اللي دخلت البلد وكميه الاكل اللي خارجه من البلد. اللي دخل من البلد ده بنسميه لوكال برودكشن، الانتاج المحلي من الاكل او الامبورتيشن او دونيشن. اللي خارج من البلد احنا صدرناه بعد شهر اكسبورتيشن او جوز نقدر. هطرح الاثنين دول من بعض هيديني الكميه اللي كلوها بالظبط. الكميه اللي كلوها دي بيسموها البالانس، الرصيد او الحساب اللي كلوه من الاكل. وتاني الطريقه دي بتتحسب الاندفيدوال شير بردي. بحسبه ازاي؟ جبنا الاكل وقسمناه ل 11 كاتيجوري، وبعدين حسبنا الاكل اللي داخل البلد سواء يوم البرودكشن او امبورتيشن او دونيشن. طرحنا من الاكل اللي خارج من البلد سواء اكسبورتيشن او جزء القدر. الجزء اللي طرحته ده اللي هو الجزء اللي المصريين كانوا بيسموه البالانس. كان معايا المصريين كانوا قد ايه السنه دي؟ انا كنت عاوز احسب نصيب المصريين ولا الفرد الواحد؟ اعمل ايه؟ هقسم على النمبر اوف بوبيليشن. كده ادعي نصيب الفرد الواحد في اليوم ولا في السنه؟ في السنه. كنت عاوز في اليوم الواحد اعمل ايه؟ بحط المقام تحت ب 365. يبقى تاني الطريقه دي اسمها الناشونال فود كونسامشن، بيسموها طريقه تاني اسمه البالانس فود شيت تكنيك. هي طريقه تحسب لي نسبه الفرد البالانس من الاكل، نسبه الاكل اللي جابوه الفعل. بالفود بالانس شيت تكنيك. الطريقه دي بحسبها عن طريق ان انا اجمع الاكل وهيسموا ال 11 كاتيجوري، بعد كده احسب كميه الاكل اللي داخله من البلد واطرح منها كميه الاكل اللي خارجه من البلد. قلنا اللي داخله من البلد اللي داخله البلد يا اما برودكشن او امبورتيشن او دريشن، اللي خارجه من البلد يا اما اكسبورتيشن او جزء نوت اودبل غير صالح للاستهلاك الادمي. الفرق بينهم سميناه البالانس. فقسم البالانس ده على عدد السكان النمبر اوف بوبليشن مضروب في 360 عشان يديني نصيب الفرد الواحد في اليوم الواحد. هو كده اداني نصيب الفرد الواحد في اليوم الواحد من اللبن مثلا، من اللحم، من الخضار، من الفاكهه. ادى نصيب كل فرد من الاكل لوحده. انا عاوز اعرف نصيب الفرد الواحد من النيوتن مش من الاكل. عاوز اعرف الفرد ده كان في الاكل ده كله كام كالسيوم، كام بروتين، كام فات، كام كربوهيدرات، كام ب 12، كام ب 6. اعمل ايه؟ هرجع الحاجات دي الى النيوترنت او الكالوري بتاعتي. مثلا انا عرفت الاكل الشخص كل كام حاجه في اليوم، بس انا مش عاوز اعرف اصناف. تعالى اعرف مثلا كوبايه لبن 200 جرام لحمه كان مثلا رغيفين عيش، مش عايز اعرف الكلام ده. عاوز اعرف النيوترنت كام، كان قد ايه فيتامين، كان قد ايه مينرال، كان قد ايه بوتاسيوم، قال كان قد ايه كالسيوم. عايز اعرف النيوترنت بتاعه كام كالوري قد ايه. عشان كده باخد الاكل ده واحوله الى نيوترنت اند كالوري. مش كده؟ الطريقه دي عشان احسبها استخدمت فرد واحد ولا المجتمع كله؟ هكتبها. عشان كده الطريقه دي تتطبق على الهول كوميونتي عشان تديني الانديفيدوال شيف. انا مطبقها على المجتمع كله لما حسبت على نمبر اوف بليش، لما حسبت كل كميه الاكل اللي داخله وكل كميه الاكل اللي خارجه. فبالتالي استخدمت الهول كوميونتي او الهول بليش عشان يديني نصيب الفرد الواحد من الانديفيدوال شيف. بفرق في الام سي كيو الطريقه دي بطبقها على المجتمع كله عشان تديني نصيب الفرد الواحد. هو استنى على ايه مثلا؟ خلاص؟ تاني احنا قلنا الشخص ده عرفته وكل قد ايه في اليوم، بس الاكل ده واكل مثلا كوبايه لبن، كان 200 جرام لحم، كان مثلا ملفين عيش، كان سمرتين فاكهه. الحاجات دي عرفني كل قد ايه من اصناف الاكل. انا مش عايز اعرف الكلام ده، انا عاوز اعرف كل قد ايه من نيوترون، قال كل قد ايه كالسيوم وبوتاسيوم وصوديوم ومينرال وبروتين وهكذا. عشان كده باخد الحاجات دي واحولها الى النيوترون بتاعتي. او بعرف كوبايه اللبن فيها كام بروتين كام كالسيوم، اعرف مثلا سمره الفاكهه فيها كام كذا وهكذا. بمسك كل حاجه واحولها الى نيوترون او كذا. ده عيب، ده عيب من ضمن العيوب. الطريقه دي لها مميزات ولها عيوب. هنبدا بالدكتور قال لكم العيوب. اول عيب انه افترض ان الاكل ايكوالي ديستريبيوتد، الاكل متوزع على الناس بالتساوي، وده مطلوب. يبقى اول عيب العيوب تحت. اول عيب انه افترض ان الاكل ايكوالي ديستريبيوتد، ده مطلوب.
عكسها الاجدر الاخمل الديفرنس في الريكوايرمنت. اكيد الست البريجننت تختلف عن الست نون بريجننت، الست اللاكتيتنج تختلف عن الست نون لاكتيتنج، الراجل الكبير تختلف عن الطفل الصغير. الاكل ده هيختلف على حسب الايج، على حسب الجندر، على حسب البادي سايز، على حسب الاكتيفيتي، هيختلف على حسب فاكتور كتير. عشان كده ما ينفعش اسوي بين الاكل. يبقى اول عيب انه افترض ان الاكل ايكوال سوليوشن. ثاني عيب انه ايه الديفرنس في الريكوايرمنت اهمل تقول الجمهور العربي سواء في الكميات واهمل الثلاثه. يبقى عيوبه هو سواء في الكميات نفترض ان الاكل ايكوالي ديستريبيوتد، واهمل الاختلافات اجنور الدفرنس في الريكويرمنت. احنا مش محتاجين اكل زي بعضنا، هتدخل على حسب جسمه اكل مختلف. ايه مميزاته؟ اول ميزه من اسمه ان هو بيديني فكره، بيعمل لي اكسبلور، بيديني فكره عن الناشونال فود كونسبشن، بيديني فكره عن استهلاك مصر من اكل مصر. مش بس كده، ده بيعرفني ايه المين سورس انرجي. المصريين دول بيعتمدوا في الانرجي بتاعتهم منين؟ بياكلوا بروتين اكتر ولا كربوهيدرات اكتر ولا فات اكتر؟ هنعرف مثلا ان مصر تاكل بروتين وايرن كتير جدا بس هتكون من بياني سورس من الغابات والكلام ده غلط. ما تاني اول مستين ان هو عمل لي اكسبلورز اداني فكره عن ناشونال فود كونسبشن، يعني حقق الهدف اللي انا عشانه، اداني فكره فعلا عن الناس دي بتاكل ايه. مش بس كده، ده عرفني اكتر اكل في اكلهم ايه، عرفني ايه هو المين سورس انرجي. الناس دي تعتمد على ايه عشان ياكلوا طاقه. بعد كده حاجتين شبه السنسس، ينفع في الكومبارز ما بين بلد وبلد ثانيه، ينفع في الكومبارز ما بين نفس البلد بس ديفرنت ايه. بتاع له اربع مميزات. اول مستين كده ده علينا من اسمه نعمل اكسبلوريشن، ادالي فكره عن الناشونال فود كونسبشن، فبالتالي عرفت ايه هو المين سورس اوف انرجي. بعد كده ينفع في الكومبارز ما بين بلد وبلد ثانيه، او ينفع في الكومبارز ما بين نفس البلد في سكسيس في سنين مختلفه. يبقى الطريقه دي لها مميزات ولها عيوب. لها عيبين، اول عيب هو افترض ان الاكل ايكوال ديستريبيوتد، ثاني عيب ان الاكل ديفرنس في ريكويرمنت. بعد كده له اربع مميزات، مستين سهلين، ينفع في الكومارس من نفس البلد وبلد ثانيه او نفس البلد ديفرنت فير، يعني اداني فكره عن اكسبلوريشن الناس اللي كونسومشن او عرفني هو المين سورس اوف ايج. بعد كده سؤال اخر سؤال اسمه الباترن اوف فود كونسومشن ايج. مصر بتاكل ايه؟ اطلع ورا البتر اوف فود كونسومشن ايجنت. المصريين طبيعي اكلهم عامل ازاي؟ المصريين بياكلوا الفود ايه كمان؟ الطعميه، العدس، كلها بكليات. قال لك اهم حاجه المقبل الوجبه الاساسيه عند المصريين هي السيريالز البكليات والليجم كانت لها فوق زي الفاصوليا والبسلة والكلام ده. يبقى السيريالز والليجم بتمثل المين بالك. بعد ما طبوا بعد ما طبوا الفول يحلوا بحلويات، الناس دي عندها زياده انرجي، طاقتهم زياده عن الحد. اشمعنى؟ عشان بياكلوا كميه عاليه جدا من الكربوهيدرات. والناس دي المين بارت بتاعهم اكلهم الاساسي عباره عن سيريال اند ليجمز، بياخدوا كميه عاليه جدا من الكربوهيدرات عشان كده الانرجي عندهم عالي. بياكلوا بروتين كتير عندهم زياده في البروتين، وبياكلوا ايرون كتير عندهم زياده في الحديد. بس للاسف الاثنين جايين من بلاند سورس، من مصدر نباتي. ايه المشكله عندنا الحاجات دي؟ لا من مصدر نباتي بلاند لا من انيمال. البلاند ده لو ابزوربابل، يعني ما بيمتصش، حتى لو امتص لو بايولوجيكال فاليو القيمه الغذائيه مالهاش لازمه. تروح البيت هتلاقي الستيرويد ده عامله سبان ما بيحبوش، اتفاجئ ده مليان حديد. لا لا انا درست الكوميونتي، الحديد موجود هنا لو ابزوربابيلتي ولو بايولوجيكال فاليو. شوف الحاجات دي، يبقى الايرن والبلاند مصدر بياكلوه كتير جدا، بس المشكله ان هو لو ابزوربابيلتي ولو بايولوجيكال فاليو. يبقى تاني الاكل كله عباره عن سيريال اند ليجمز، عنده زرع عالية في الإنرجي عشان ياخد كمية كبيرة من الكربوهيدرات، ياخد نسبة عالية من البروتين ونسبة عالية من الأيرن. بس المشكلة إن هما جايين من بلاند سورس. إيه المشكلة؟ لو أبزورويتش ما بيمتصش، حتى لو امتص لو مالوش كالفاليو قيمته الغذائية مالهاش لازمة. الناس دي الفيشر والخضار والفروت عندهم مودريت، ياخدوا بشكل وسط، عندهم مودريت فيشر عندهم حاجات عالية، عندهم حاجات وسط وعندهم نقص. فأهم حاجة هو المين، عندهم نقص فريد، عندهم نقص في العالم الجنوبي. شوفوا جماعه العرب كده، الاكل كله حبوب، الاكل كله حبوب والطاقه نشويات. ماشي، دي احسن اسم، الاكل كله حبوب والطاقه نشويات، بروتين وحديد كتير، لكن للاسف نباتات، يعني بلانت سورس. عاوز ايه؟ مش هنخش بعض الحاجات اصلا من التلفاز. هو وصل خضار وفاكهه واللبن واللحمه وفتات. ها؟ الاكل كله حبوب والطاقه نشويات.
بروتين وحديد كتير، لكن للاسف نباتات. ووسط خضار وفاكهه، وسط يعني مدرك متوسط، يعني وسط وسط خضار وفاكهه واللبن واللحمه فتات. اخر سنه عملوا كتاب عشان تاخدوا معاكم اللجنه خلاص. واللبن واللحمه فتات يعني مايلين، عندهم نقص في الملك وفي الميت وفي الابن. تاني خد حاجه اسمها اسسمنت انفلتيشن ريسيرش، وانا عشان اعمل تحليل لحاله الناس الغذائيه، الناس تاكل كويس تخش كويس الجوده بتاعت الاكل والكميه بتاعها قدام طريقين. لما طريق السهل نازل اجيب اوريدي بريزنت داتا سموها اريلا في الداتا، او نمشي الطريق الصعب اللي اسمه الانفستيجيشن، وده خمس حاجات. اول حاجه في الداتا قلنا اول حاجه تكون اوريدي يعني موجوده بالفعل، عشان كده بسموها سكند ريسورس. بنلم داتا عن الاكل مره وعن الناس مره، عن الاكل بحيث الافيلابيلتي والبرودكشن والامبورتيشن عشان هيفرق معاك السعر. بعد كده الناس بيس البروفيت والمتاز، انا عندي امراض دايتها موجوده، ده دليل على في مال نيوتريشن زي بارنت ديز في الشاندرن، زي دايت ديز في الشاندرن، زي لوبر سويت، زي التبي. بعد كده المتاز، انا لو جبت نسبه عاليه في الستيل بيس او النيتال او البرينيتال تيست على الكوت قبل عمرها ما يوصل شهرين، ده دليل على ان في مال نيوتريشن عند المصدر. لكن لو في نسبه عاليه في التيست في الانفنت او البريسكول، ده دليل على ان في مال نيوتريشن عند الانفنت. لكن الام سي كيو بعد كده اول حاجه في الانفستيجيشن حاجه اسمها ناشونال فود كونسامشن، بطريقه بتحسب لي الانديفيدوال شير للفود نصيب الفرد الواحد من الاكل بير داي، بحسبها عن طريق حاجه اسمها البالانس او الفود بالانس شير تكنيك. هو تكنيك يحسب لي البالانس بتاع الاكل. بحسبه ازاي؟ بجمع الاكل اللي داخل البلد سواء لوكال برودكشن او امبورتيشن مودريشن، واطرح منه الاكل اللي خارج من البلد سواء اكسبورتيشن او ها نوت ادب. الفرق اللي اسمه البالانس، حسب البالانس ده على عدد السكان يدينا نصيب الفرد الواحد في السنه، 5360 يدينا نصيب الفرد الواحد في اليوم الواحد. بس قبل ما اعمل الكلام ده قسمت الاكل فوق له 11 كاتيجوري. لما عملت الكلام ده اداك نصيب الفرد الواحد من كل اكل، من كل نوع اكل لوحده. انا مش عاوز الكلام ده، انا عاوز ارجعه للنيوترنت او الكلام بتاعه. كان لها مميزات ولها عيوب. اول ميزه ها هتنفع في الكومبارزا بين بلد وبلد ثانيه، تنفع في الكومبارزا بين نفس البلد في سكسيد فيلز. ادت فكره عملت اكسبلوريشن على الناس اللي في الكومبارزا، ادت فكره على الناس تاكل ايه. فبالتالي عرفت ايه هو المين سورس اوف انرجي عند المصريين، زي مثلا قلنا ان المين سورس اوف انرجي عند المصريين كان هو كربوهيدرات. لا اسئله اوريدي ده مين بقى، ده كميه كبيره، لكن موست كومن سورس اوف انرجي كانت الكربوهيدرات. بعد كده مصر بتاكل ايه؟ هو الباتا اللي فوت كونسومت ايجنت، قلنا السيريال والبريجامز الحاجات دي هي المين بالك. الناس اللي عندهم زياده في الانرجي عشان تاكل كميه عاليه من الكربوهيدرات. بعد كده ها عندهم نقص في مين؟ عندهم نقص في الميت وفي الميل وفي الايج، عندهم وسط الفيجيتابل والفروت، عندهم زياده في البروتين والاير، بس للاسف جاي من براند سورس عن نو ابزربيلتي ولو بايولوجيكال فاليو. كان له عيبين، اول عيب انه افترض ان الاكل الفا ديستريبيوتد، ثاني عيب انه يقدر ديفرنس ريكوايرمنت. مش كده؟ حد اسال في حاجه؟ هما لسه كلام لسه هما دلوقتي اصلا دلوقتي مطار عندهم طبعا اخر الاسبوع ده فلسه رايحين نسمع عليهم مش رايحين؟ المفروض حد منكم هو يعني. ده؟ لو ما خدناش حاجة دي كده. هو أنا سمعت إن في امتحان على الميثودولوجي وعلى المانجمنت. كده؟ ما أعتقدش. هيبقى في الفترة يوم 9 يوم 14. 4 عموما هو عندهم مؤتمر مشغول خالص مؤتمر دلوقتي. ما هو بس انه كل 19 هيبقى الاتحاد الاصلي وهيبقى عباره عن جزئين. الجزء الاول هم عباره 20 درجه 10 ميثودولوجي؟ لا مش ميثودولوجي، هيبقى ميثودولوجي 10 على المانجمنت. لا ده كلام بهزر. لا كلام بهزر. لا لا ده وصلني من الاسم برضه، هم 20 درجه 10 على الميثودولوجي و10 على المانجمنت، والموضوع لسه هيتناقش مجلس الاسم بعد ما جمع المؤتمر فلسه بدري. لا ما كان عندنا امتحان اسمه سليب ارك ده 2 درجه اتلغى. فهم معاهم 2 درجه ولا حاجه. سليب ارك زي الزفت، كان 40 ورقه عاوزين منهج لوحدهم. وكويس ان هو اتلغى. الامتحان لسه ما سمعش كلام اي حد خالص دلوقتي، الامتحان لسه هيتحدد بعد ما رجعوا المؤتمر. مش حد المؤتمر؟ انا هقول لك انا معاكم هناك. المؤتمر مش معايا 29 ان شاء الله، اللي عاوز يجي يجي، احنا طالعين بدروس العافيه كده، اللي عاوز يجي معانا يجي. خلاص؟ بقى من غير مؤتمر هنعرف. بكره مثلا الساعه 7:30 لو وقت الغدا هاكل 7:30.
هسأل في الحصة دي وبكرة هيبقى في امتحان عشان نسلف سواء 7:30 أو 1 الحصة كلها تبقى امتحان يعني؟ لا هيبقى في شرح طبعا المراجعة 9:11 هيبقى في اوكيبيشن في واحدة النهاردة واحدة النهاردة تعال بكرة 7:30 ده جديد واحدة النهاردة تعال بكرة 7:30 هو ده بس أنا مش رايح والله لا مش الدرجات دي مش رايح حد رايح؟ لا لا أنا مش رايح اول ثلاث مش كنت طلعت الصبح ولا ايه ليه ما عرفش والله كل الارض معلش انا هكلم الفرونه ثاني برده انا مثلا حتى لو كويس انا هكلم بس هو الموضوع كله لسه مجرد نقاش بس مش حاجه رسميه ماشي حاجه بعد احنا عندنا حاجه في الشبكه ادور عندنا امتحان بتاع لا ده اول حصه النهارده طبعا منين عاوز نزلله كده طيب دلوقتي